Your Excellency, Atom Luna Kundamariam, Acting Director of Early Warning and Response. Our government is glad to receive the 100 metric tons of dates with worth $141,333 US, which is considered as a response to the requirement of our drought affected population due to the effect of El Nino. Yes, sir. It is to be recalled that the government of Saudi Arabia has been very supportive in assisting the Ethiopian people with similar. Abdul Aziz, Wali Ahad Al Amin, Wali Wali Ahad Al Amin, حفظهم الله على دعمهم المتواصل. عز وجل أن تتكلل جهود المملكة العربية السعودية بالتوفيق والسداد بما تقوم. نعم نعم كاميرا تفضل. Thank you so much. قمنا اليوم بتوقيع مذكرة واستلام وتسليم تمور كهدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويسعني شكر الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتنفيذ التوجيهات. نتطلع إن شاء الله أن يكون أن تصل إلى مستحقيها من الفرق في على مستوى الجمهور. نقدم مساعدات بدون تمييز لجميع الدول المتضررة الحقيقة بكل شفافية. يوجد برامج عديدة مع الأمم المتحدة ومع المنظمات العالمية، وبإذن الله راح يرى النور بشكل أكبر بما نقدمه لسبيل المحتاجين وتلبية متطلباتهم.